انت كنت فين يا ابني؟ استنى بس يا عم هقول لك في ايه. انا جيت اهو، في خبر كده هقول لك عليه بس مش عايزك تتضايق. ايه انجز. الملعون اللي اسمه بلح ماله بلغ علينا وقال اللي احنا قلبناه. يا خبر اسود ومنير، انت بتتكلم بجد؟ ده احنا كده هنروح في كلابوش، ده غير البهدله وقله القيمه والتلطيش. طب وبعدين هنعمل ايه؟ حل عبقرينه. لا ما تقلقش، انا فكرت وجاهز وهتشوف كمان. يلا بينا. يعني انتوا بتتهموه؟ اه بنتهم. يا ابني الكدابه. انا كداب يا باشا؟ ده مش كداب يا باشا، هو ده اللي كداب يا باشا، وكان عايز يموتنا والله. والعيال دي ما جاتش تبلغ هنا غير لما جت هتموت. صدقني والله يا باشا زي ما بقول لك كده، والله العظيم الكلام ده حصل صح يالا ولا ايه؟ والله العظيم حصل يا باشا. عليا قناع عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. الواد ده سرقني يا باشا. سرق منك ايه يا باشا؟ والله العظيم احنا غلابه، الواد بلح دوت هو اللي سرقنا وكان عايز يموتنا. ولولا استاذ احمد يعني احنا كنا نعمل محضر وناخد حقنا بالقانون والعداله. اصل يعني محسوبك يعني بيحب العدل والعداله. ايوه يا باشا والله العظيم صدقنا احنا الكلام ده مظبوط يا باشا. ده كان عايز ياخدنا يموتنا هناك. حرام يا باشا، حرام العيال دي يا باشا تموت كده في طيس يا باشا. طب نموت طيب في ده البلد، طيب نموت في ده البلد، نموت في ده مصر، مش نموت في طيس البحر يا باشا. والله العظيم انا صعبان على اللي حصل ده يا باشا. ده مصر دي غاليه عندنا قوي. انا نادري عليا يا باشا، والله العظيم بسيب البلد دي. انا هموت في بلدي يا باشا. خلاص خلاص يا باشا، انا عايز حقي. لا بس عدالة يا باشا، عيب عليك. لا والله العظيم يا باشا، 100% ده تنفع شغل في السينما يا اخي. ايه الاخبار يا حماد؟ لا ده 100% دلوقتي طلع اصلا. العيال طلعت تمام 100%، كله زي الفل. شكرا رجاله. ايه ده انت هتخلعه ولا ايه؟ يا جدع في انت هاجم علينا كده؟ احط لك جنبك جدع في ايه؟ احنا قدام الاسم ميايا كده. اوضه ايه يا عم؟ لا انا عايز ميايا. استاهلوا؟ اه يستاهلوا بصراحه. ماشي. كم واحد؟ ثلاثة بقى. هم المية بس. صباح الفل. ماشي يلا زي بعض. كله تمام؟ انت جايب العيال دي منين؟ عيال؟ انا بحسبك هتسألني على الفلوس، يعني عيال في أكتر منها متلقحة فوق الكباري. يا عم أحمد. بس قضية المصلحة. يا خالتي من قلك قبل كده إنه عايش، هنفرق بإيه بس؟ خش، ربنا يا ابني يطمن قلبك. بقول لك إيه؟ إيه؟ كلمهولي، أنا اللي عايزة أطمن وأسمع صوته بوداني. ماشي يا خالتي، أنا أكلمهولك عشان تتأكدي إن أنا ما بكدبش عليكي. كتر خيرك يا أحمد. آدي يا ستي متولي. رد. استني يا حاجة شوية. طيب. ألو. أنا متولي. عامل إيه؟ أخبار الدنيا عندك إيه؟ تمام. بقول لك يا متولي، في حد عايز يكلمك. لا مفاجأة. خد يا سيدي معاك ايه. هات يا حبيبي هات. الو متولي، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني يا ضنايا. كده برضو تعمل فمك كده يا متولي؟ انا متبهدله من غيرك. تعالى بقى يا ابني. هادي عليك بايه؟ اقول روح منك لله، مش هتهون عليا. جاي امتى بجد والنبي؟ طب انا مستنياك يا حبيبي، والله مستنياك. بالسلامه يا ابني. ألف سلامة يا حبيبي، بالسلامة. بالسلامة يا دنايا. تأكدت يا خالتي إنه عايش؟ تأكدت يا حبيبي. بقول لك إيه؟ إيه؟ أحمد والنبي خصيمك محمد، كلمه خليه يجي. خلاص يا خالتي، وعد مني أخلي متولي يرجع لك. ربنا يبارك لك يا دنايا، ما تحرمش منك جميل في رقبتي العمر كله. ماشي، عايزة حاجة؟ لا سلامتك. بقول لك إيه؟ إيه؟ الأمانة اللي عندي بتاعتك مش عايزها. خليها ولما عاوزها هبقى اطلبها منك. حاضر. سلام. الف سلامه يا حبيبي. يا رب اللهم لك الف حمد والف شكر. يا رب اعمل ايه بس؟ اسجد لك ركعتين شكر يا رب. الحمد لله الحمد لله. اهلا يا احمد، اتفضل. تحب تشرب ايه؟ بقال لا كمال. ياه انت لسه فاكر؟ انا اصلا انا ما والله ما عارف اقول لك يا كمال. انا عارفه، ما كنتش هنا لما سمعت الخبر، بس يهمني انك تعرف ان وجودك جنبنا كان هيفرق معانا كتير قوي. بس يلا الحمد لله عم جمال ما سابناش. جمال مين؟ جمال مين؟ والله العظيم تلاتة أنا لو كنت فاضي والله العظيم غصب عني كمالي. عارف، ما أنا اكتشفت إن الدنيا دي بتخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي غصب عنه.
يلا معلش. الله يرحمه. الله يرحمه. انا مش عارف اقول لك ايه. انتوا مش محتاجين اي حاجه، اي حاجه اجيبها لكم، اي حاجه اعملها لكم. لا شكرا. وبعدين الست الوالده قامت بالواجب. امي طب بقولك ايه، انا كنت عايز اتكلم معاكي في كلمتين كده على جنب. اتفضل. كمل. يا انا عارف ان انت زعلانه مني، وانا انت شايف ان ده وقت مناسب للكلام ده؟ ايوه طبعا يا كاميليا، وقت مناسب، ومناسب جدا كمان على فكره. كاميليا انت عارفه انت عندي ايه؟ انت حد عزيز عليا قوي والله. يعني وبعدين فوق كل ده وده انت بنت خالي يا بت. صح عندك حق، انا بنت خالك وانت ابن عمتي، وفي بينا حاجه اسمها صله الدم. بيقولوا عليها زمان الضفر ما بيطلعش من اللحم، واما الواحد بيحصل له حاجه ما بيلاقيش في ظهره غير اهله. بسم الله عليكي، اديك انت بتقولي والله العظيم نفس الكلام اللي انا كنت جاي اقوله لك بالظبط. امال كنت هتهاجر من غير ما تقول لحد ليه؟ كنت بتهرب من مين؟ مني؟ انت مجنونه يا بت ولا ايه؟ هرب منك ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا. انا كنت بهرب من نفسي يا كاميليا، انا كنت بهرب من نفسي، من الدنيا اللي انا عايش فيها، اللي انا لغايه دلوقتي ما خدتش منها لا حق ولا باطل. ولما انت راجل بتقول كده، امال انا اقول ايه؟ ده انا اقول اكتر من كده 60 مره. انت عارف يعني ايه كاميليا راجل يبقى معدي ال 30 سنه ولسه ما عرفش يبدا حياته منين؟ انت اللي كنت عايز كده. خلاص يا كاميليا خلاص، أنا مش عايزك تقولي كلام يضايقك ويضايقني. أنا آسفة، بس أنا بقول الكلام ده عشان أنت ابن عمتي اللي أنا خايف عليه. مش قصدي والله العظيم أنا كمان خايف عليك، والله العظيم أنا كمان خايف عليك يا كمالي. بعدين أنا مش عايزك تزعلي من أمي. أمي دي ست كبيرة ودماغها على قدها، أنت فاهمة؟ والله العظيم بتعمل معايا أكتر ما بتعمل معاكوا 60 مرة. يلا حصل خير. قصدي بقولك ايه، ما تعوزي طبعا مني اي حاجه، انت مش محتاجه يعني تفكري قبل ما تكلميني. ها كنت عايزك تبقى واقف جنبي في دفنته، كنت عايزك تبقى ظهري سندي، كنت عايزك انت اللي تشيل، كنت عايزك انت اللي تاخد عزيه مش عم جمال. تشرب ايه؟ كاميليا انت لسه بتحبيه؟ انا ما بحبش حد. يلا عايزاكي تغيري هدومك. اتفقت مع عم جمال هنروح ونشوف معاش بابا ونسوي. مالك؟ انا صراحة مش عايزه اروح هناك، مش عايزه اشوف روم. بالعكس احنا لازم نشوفه. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شكر. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسال عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها، وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. ما
تصدقي بقى انك عايزه ضرب الجزمه؟ انت فين يا بت انت؟ على فكره بقى الريس حلف 100 يمين ان ما كنت تدفعي اللي عليكي لو وقف الشغل معاكي. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا بخ. البقال لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك. منى جدع ب 100 راجل. وهتشتغل احسن من الاول كمان. باقي في حياتي. بس انت برضو كان لازم تقولي لنا. والله احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص، سد خان. انا صعبان عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش. انا عمري ما خبيت عليه اي حاجه. الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازله رايحه فين؟ كنت بقول له رايحه النغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل. ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك وانت بتعملي حاجه غلط؟ ياه انا حاسه دلوقتي بالذنب. حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا يلا بينا قبل ما ينزل علينا.